الغاية من هذا الاتفاق هو أولا فائدة الأولى لنقابة المهندسين، وهي رفع كوادر، رفع الدرجات العلمية للكوادر الموجودة في نقابة المهندسين، ممكن الحصول على ماستر في تعليم تأهيل وتخصص أو في من أجل متابعة الدكتوراه. أيضا إجراء دورات وندوات تدريبية للمهندسين الذين تخرجوا من فترة للاطلاع على ما هو حديث والبقاء على اتصال بالعلم. الفائدة الجامعة تستفيد الجامعة من الكوادر الموجودة بنقابة المهندسين، لأنه هن بأرض الواقع مباشرة، ممكن أنه هدول يعملوا عنا في المجال العملي، نقل خبرتهم العملية لأبنائنا الطلب في كليات الهندسة، إن كان في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أو في هندسة العمارة أو في الهندسة المدنية أو في الهندسة المعلوماتية. كل هذه الهندسات ممكن الاستفادة من الخبرات الموجودة في نقابة المهندسين. الاتفاقية بالنسبة لنقابة المهندسين هامة جدا، هي بتتضمن سبل التعاون وطريقة التعاون بين نقابة المهندسين والجامعة، وخاصة بما يخص الموضوعات العلمية اللي هي بتتركز حول الندوات والمؤتمرات العلمية.